مسكين يا شيخ. والله واحد يتصل علي الحبيب يا اخوان، الحب عذاب ولا لا؟ عمركم شفتوا واحد كاتب الحب فلة وناسة؟ الحب راحة نفسية. عمركم يا اخوان ولا حبني وحبك عضني وتعضك؟ ها يا اخواني يقول لك الحب قطع قلوب البعرين، حتى الحمير السود يلعن جدفها. والله واحد يتصل علي يقول يا ابوي قسم بالله العظيم اني اشوف صورة حبيب على الدجاجة، قلت شكلك دب وجيعان. يا الله مشكلة يا اخوان. اتصل علي شاب يا اخوان يبعد عن مكة 1000 كيلو، قال يا ابوي انا حبيت واحد مثل ما قال الشاعر، يا ناس انا حبيت واحد مثل المحبة صليبة، مثل المحبة تبكي من قلبي. مشكلة يلا القلب يتقطع يتشقق. ها والله مساكين الحبيبة، رسالة لكل الحب. الحب حلال ولا حرام؟ قبل عنده قصة الشاب، ها الحب حلال ولا حرام؟ ها اختلف العلماء ما شاء الله جزاكم الله خير. المسألة فيها تفصيل ولا في فرق يا اخوان بين الحب والعشق. الصحابة ما كانوا حبيبان، كانوا يحبون الصحابة حنان. كيف؟ ما رجل من امام النبي صلى الله عليه وسلم وواقف امام النبي صلى الله عليه وسلم صاحب قال يا رسول الله والله اني احب فلان. قال اخبرته؟ قال لا يا رسول. قال روح اخبره. اذهب فاخبر، اذا احب الرجل اخاه ايش؟ فليخبر. مره واحد الشباب سمع مني هالحديث استانس، قال ولا حديث صحيح؟ قلت ايه. قال ايه زين. قلت تعال ابن الذين تعال وش عندك؟ قال والله ابد ما في شيء، لكن جزاك الله خير نصحتنا وذكرتنا جزاك الله خير. قلت يعني كلمه ساعه كامل ما اخذت هالحديث؟ ها؟ قال هذا انا مون عليه. قلت اسالك بالله يا فلان وش قصدك؟ قال والله الصراحه يا بودي قلت سم. قال والله اني احب لي واحد بالله بالله يا مطوع صفني انت من المطاوع تخرب بالله. قلت جزاك الله خير، من هو الصالح اللي تحبه بالله؟ قال ما هو شغلك. ما شاء الله عنده خلاص هو عنده خلاص الله يجزاك. قال ما هو شغلك. قال معلش. قلت يا اخي حتى احنا بنحبه بالله. قال مطوع. قلت يا يلي ما انت مطوع ايش عندك؟ قلت اسالك بالله من هو؟ قال والله تبي الصراحة بودا؟ قلت ايه. والله اني حبيت فلان في الله، فلان نص الحارة طايحين عنده. يا عبد الله ابن الذين بياخذ الحديث ويروح له ويصارحيني معي ويقول انا احبك، واذا زحف عليه الولد ايش يقول؟ يقول والله سمعت خالد قال حديث حبيت فلان. النبي قال الله. شوف كيف؟ فهم النصوص على غير. ايه مساكين الحبيب يا اخوان. هذا الشاب يا اخوان حب وغرام وتعلقات وحنان وضمضمه وزحمه بعيد عنكم المرضي. ويروح يا اخوان قسم بالله يوم سحب عليه حبيبه يسحب عليه سيفون. خلاص من حبكم يا زين عز الله تقطع قلبه وانتهت اماله. راح يا اخوان ما شاء الله عليه استاجر السياره وتوجه لوين؟ إلى مكة ويعبي بنزين ويشتري وياخذ ويصل الميقات ويحلم ولبيك اللهم لبيك وروح مكة وزحام وزحمة ويطوف بالحرم يقول قسم بالله يا بودة إني أطوف بالحرم إني أدعي. وش يقول؟ توقع وش يقول؟ قال يا رب شبكني مع فلان. قسم بالله العظيم يا ربي زبط وضعي من فلان يا ربي سحب علي يا ربي ردني يا ربي يا الله. شوف ابن الذين يعني 1000 كيلو يا شباب 1000 كيلو واخر شيء جنبكم من فلان. يا ابن الذين طيب اللي جنبك يدعي بالمغفرة واليسار يدعي انه يصفي قلبك. هذا جنبكم من فلان حب مذلة يا اخوان. شو يقول اخواننا اللبنانيين؟ شو هالحب؟ بيزل ولا بيذل؟ روايتين في اللبناني بيذل، بالسعودي بيذل. يذلك عن الحق ويذلك. واعرف ناس قسم بالله العظيم يا شباب وصلوا للشرك. اشرك بالله بسبه حبيبي فلان لعيوني فحط لعيوني هجول والعيون ها نن 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 ها لعيونه يفر على بيتي يقول امر على شارع مسلم على البيت.
بعض الشباب قلب بيت بلان الكعبة يطوف 70 مرة. طواف لازم، والصفا المروة رايح جاي رايح جاي ومو مدي وجه. وبعض الشباب الله يهديهم يا اخوان مخسر وحركات. جاني واحد مرة عارف بجي اكس اكس لارج، قال يا ابو هدى يا اخي انت انصحنا الله يجزاك خير، انصح الشباب ذول المايعين ذول، والله قسم بالله سعبين تطيح لما اشوفهم يلبس الجنس يحط فازلين حتى يدخل الجنس. قسم بالله يا اخواني بعض الشباب لو الجنس يتكلم يقول رحم امك فكني.